خلصت عليه بس انه صبا يعني نعرف عملوا عملوا له بروباغندا انه صبا انه عملوا لي بعد شوي كرمال 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 الميسيون يعني هيك يعني اوكي بس يعني غيبيا بس صبا عملوا لي هلا يعني لزقوا عم يلزقوا يلزقوا بده زيت بعد عط ها حتخليك زيت؟ لا عم يلزقوا سألنا ليه؟ 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 لأنه بتكون هنا مانا مغسلة منيح ساعدنا بتضل قلبه؟ لا لا جيب له زيت كيف؟ احنا متأسفين ليش متأسفين؟ كان بموتونا لا بس زحزي حاجة عمو زيت نيشو؟ ايه جيب زيت حبيبي والله حبيبي طب بدي اسألك سؤال انت ما كنت معانا بحياة هالنعمة نحن نعمل شوي منيشو فكنا نمزح تحت فكنا نمزح تحت شو تحت؟ شرعت ما كنا نخنق؟ أنا كنا عم نحترق يا تربي بقولك أنا طلعت من المي بدي أخذ نفس كنت اخترقت لا شفتيني يوم طلعت أنا وركضت عليك صح؟ ايه. ردت إيش عملت؟ ردت حق بالمرة يا رجل في ثانية كنت رح تحتني يعني افرض انا وميشو وباش متنا مين هون بالاكاديميه مين بده ياخذ ستار مين ها ها ابعطيك وتريح منك شو بتعمل يا قنات كنت نزلتي وراي على التسين شلتيني ايه يعني لا انا بعرف لارا انه هيدي بتخرب انا بتقرب تحت قولوا لي حياتي ما تكذبوا علي ميشو دبون لا بالليجي ولا بالرات ناصر من الأردن خولة من المغرب زاهر من تونس هن النوميني لهالأسبوع لدعم المشترك المفضل عندكم اتصلوا على هالأرقام أو بعتوا عبر الاس ام اس رقم المشترك المفضل عندكم على هالأرقام هذا البرنامج برعاية بيبسي الـLBC الفضائية اللبنانية تضع برامجها بمتناول يديك عبر موقعها الإلكتروني www.lbcgroup.tv خدمة فيديو on demand شاهد برامجنا موقع الـLBC في خدمتك برامجنا بمتناول يديك شخصيات عربية وعالمية تكشف أسرار تفوقها من لم يتعلم من فشله لن ينجح رواد في كل القطاعات أنا عملت فقط لكي أحصل على الإحترام وعلى الخبرة صنعوا نجاحاتهم لذة النجاح هي أنك تركت شيء للأجيال